نحن اليوم موجودين بمدينة عزاز مع مجموعة من النساء السوريات اللي هن فاعلات بمجتمع ونشطات بالمجال الإنساني لحتى نناقش أحد القرارات الحقيقة مصيرية للمجتمع السوري ككل الموجود بشمال غرب سوريا، واللي هو قرار المساعدات عبر الحدود، وكمان يكون في تبادل للمعلومات بين صناع القرار أو بين الجهات الإدارية وبين المجتمع اللي موجود هون بالداخل السوري حول المفاوضات اللي عم بتكون موجودة بأروقة مجلس الأمن، المفاوضات اللي عم بتكون حتى على مستوى المنظمات السورية الموجودة بتركيا، شو هي القرارات اللي عم بيتم تداولها، شو هي المخاوف اللي عم بيتم طرحها، لأنه بشكل أساسي هدفنا إنه النساء يكونوا على دراية بالتحديثات اللي عم بتصير بالقرارات بتأثر على حياتهم، وكمان حتى يكون رأيهم مسموع بالدرجة الأولى. ليش هاي المعارض هلا عاملها الوهمية اللي هني عم ياخذوا منها مصاري بهربوا العالم؟ اليوم انت مريض عم بيروح لعندهم عم بضل 3-4 أيام على الطريق وبسيارة إسعاف. تمام؟ شو يعني؟ في إضافة على كلام حسنان كثير مهمة، انه وقت اللي كنا محاصرين بحلب كان بيبعد المعبر النظام عندنا اقل من 1 كيلو ابدا، ما كان عندنا سياره لنقل المصابين، ما كان عندنا نقل طعم اطفالنا، حليب اطفال مفقود، اللقاحات مفقوده ضمن الحصار، المحروقات. عزيزي ما يمكن ما حدا عاش هذا الحصار اذا الواقع، نحن نطلع يشوفوا في عالم برا بس تعوا يسدوا النزف، اذا في مريض موجود ما عندنا حدا يسد النزف نشتغل بشخص ثاني ضلوا هيك للعالم كله بالاخير قالت له شو بدها تعمل. النساء الموجودات بشمال سوريا بشكله اكثر من نصف المجتمع، وهن منهم كثير معيلات حتى لمجتمعهم، فأي قرار بده يأثر على حياتهم ضروري يتم استشارتهم فيه ويكون لهم رأي واضح يعبروا فيه عن مخاوفهم، عن قبولهم لهي القرارات من عدمها، وحتى يعبروا عن مو بس مجرد تعبير، ياخذوا قرارات بالشيء اللي هن بيشوفوا قادرين انه يغيروه. بعض المقترحات كانت انه ما مسموح تمر قرارات غير مقبوله بالنسبه لنا ونحن موجودين، نحن بنقدر ناثر على اي قرار بده يمس امننا وسلامتنا وحتى كرامتنا كنساء سوريات.